كلهم عندهم إعجاب. الهدف من المحاضرة كان إظهار الاهتمام اللي الدولة بتديه لملف الآثار في السنوات الماضية، بعد فترة إن كان في سنتين ثلاثة طبعا الدنيا مش مستقرة. كنا بنوريهم الإرهاب حاول يعمل إيه في الآثار في 2013، وإزاي إن بعد كده بعد استقرار الدولة ولما الدولة بقت قوية بدأت إنها تهتم بالآثار. وريتهم إن اللي حصل ده مش شغل وزارة الآثار، لان انا وزاره الاثار ما عندهاش مليارات الجنيهات تفتح متاحف في كل محافظات مصر وتبني المتحف الكبير. قلت لهم ان في اراده سياسيه واضحه ان احنا نهتم بملف الاثار كجزء من مكونات بناء الانسان المصري في سياسه واضحه من الدوله المصريه. وكلمتهم ان كل المتاحف اللي احنا فتحناها في طنطا وفي ملاوي وفي سوهاج مرسى مطروح كل ده حبيت اقول لهم ان الهدف منه ليس هدف تجاري ولا هدفه فلوس، هو هدفه ان ولاد البلد يعرفوا تاريخ بلدهم وحضارتها، ونعد بنية تحتية للسياحة الثقافية، ونوسع رقعة الاماكن التي تزار سياحيا، بدل ما هي الاقصر واسوان والقاهره احنا عايزين يبقى فيه كمان في المنيا، عايزين يكون فيه في الدلتا، عايزين بنعمل متاحف في شرم الشيخ، متاحف في الغردقه. فكان الهدف هو اطلاع الراي العام البريطاني على ما يتم عمله في الاثار من مشاريع تم افتتاحها وسوف يتم افتتاحها، اكتشافات اثريه. وركزت مع الاثار وبيع الاثار بالخارج بطرق لا تتماشى مع ادبيات العمل الاثري. دي نقطة، يعني اسمح لي حضرتك معالي الوزير ان انا عايزة اقف عندها. حضرتك في المحاضرة وقفت عند سنة 1971، يعني ووضحت قد ايه ان كل الاثار اللي طالعة وجايبين دوكيمنتس انها متباعة ده طبعا 1971 عشان ما كانش فيه القانون اللي طلعت انها مزورة لانها ما طلعتش من مصر. دي برضو معلومة انا كان بالنسبة لي انها جديدة، يعني اوكي هي طلعت 1971 وجايب لي الدوكيمنتس بس كلها ما فيش حاجة طلعت من مصر في التاريخ ده. دي نقطة مهمة. لا، مصر زي ما حضرتك بتقولي في قانون الاثار اللي صدر 1983 كان في حاجة اسمها شهادة تصدير ممكن بمقاييس معينة يعني. فاحنا لقينا قطعة اثار موجودة في امريكا في متحف المتروبوليتان ميوزيوم، فالسلطات الامريكيه بعتت لنا القطعه دي، متحف المتروبوليتان اشتراها في 2017. ممكن تتاكدوا لنا ان شهاده التصدير الموقعه من 1971 هي شهاده اصليه ولا لا؟ اول ما شفنا الصوره مصر صعب انها تكون ادت تصدير لقطعه بهذا الجمال. كانوا بيدوا زمان تصدير لقطعه ايه؟ مكرره، قطعه يعني، لكن مش قطعه تابوت ذهبي بالطريقه دي. فطبعا رجعنا للسجلات بتاعتنا، رجعنا في السجلات اللي كان تصدير في السبعينات، طلع طبعا ما فيش حاجه كده. ده طلع كمان في غلطات ساذجه جدا، كان اسم هيئه الاثار كاتبينه غلط، اسم الراجل المسؤول مكتوب غلط، الختم ما كانش اتعمل 6 سنة 71. فهي طبعا قطعه طلعت بعد كده بفتره طويله عشان يضحكوا علينا، دايما بيحطوا تاريخ قبل سنه 80 يقول لك انت كنت بتبيع ساعتها اثار. فاحنا رجعنا واثبتنا بمحاضر بلجان ان الكلام ده كذب والكلام ده غلط، بعتناه للسلطات الامريكيه عملت تحرياتها والتابوت رجع منور في المتحف القومي للحضاره المصريه. حضرتك برضو انا عايزه اقف عند نقطه مهمه قوي. حضرتك قلت لما توليت الوزاره كان المخصص لوزاره الاثار رقم 22 مليون، مظبوط؟ دخل وزارة الآثار، لكن انت محتاج كنت حاجة و80 مليون علشان تبتدي تقدر تبتدي تشتغل. لا، عشان مرتبات. مرتبات من غير شغل. حضرتك قلت ان انت قعدت مع السيد الرئيس وعرضت بكل صراحة اللي حصل، ومن بعدها موقف تغير. ليه؟ يعني ليه؟ مقابلة كانت يوم الأربعاء، المهندس شريف إسماعيل كلمني يوم السبت الصبح. كان ساعتها رئيس وزراء. رئيس وزراء هو ساعتها، وقال لي في توجيه من سيادة الرئيس بتوفير مبلغ كبير ليك، تعد لي كل أولوياتك في المشروعات وتكون عندي بكرة في المكتب. أنا فاكر يعني الفلوس بعديها بشهور أسابيع كان ما عندي مبلغ، بدأت الأول بمليار 270 مليون جنيه، ده رقم مقطوع لبعض المشاريع، زائد بقى المتحف الكبير اللي كان شبه متوقف. المتحف الكبير الدولة بتضخ فيه دلوقتي 100 مليون جنيه شهريا كل شهر، يعني مليار 200 في السنة، غير بقى طبعا الفترة اللي احنا بنقفل. فطبعا الرقم ده ايه؟ هيزيد، غير احنا بندفع القرض الاولاني بدأنا نسدد فيه.
فوزارة المالية والحكومة المصرية وزارة التخطيط واقفين ورا الآثار جدا. وتاني قلت لما قلت لهم بنقول احنا فتحنا في وزارة الآثار، الفلوس جت لنا منين؟ دي الفلوس جاية بتوجيهات من السيد الرئيس ومن المهندس شريف إسماعيل في حينها، واستكمال دلوقتي دكتور مصطفى مدبولي. بصراحة أنا كل اللي بطلبه بيجي لنا بطريقة غير مسبوقة. حتى دكتور زاهي لما كان بيقول لي أنت حظك حلو، حظك حلو إنهم يعني واقفين في ظهرك. هقول لك إن وزارة الآثار عمر ما كان بعندها المخصص ده المالي، يعني في حياتها دايما كان عندها المشكلة دي. الحمد لله، وده إيمان، لأن لما بنقول الإنسان المصري، الإنسان المصري بإيه؟ بمسارح، بسينما، بمكتبات، وبآثار، وبمتاحف. كل المتاحف الإقليمية، أنا ركزت قوي في كلامي على الإقليمي لو حضرتك تاخدي بالك. حابب تقولي احنا بنعمل إيه؟ أسوان، سوهاج، المنيا، متعمد أوريهم ده كله، كفر الشيخ، طنطا، مرسى مطروح عند غرب مصر، شرم الشيخ، الغردقة، اليوناني روماني، المعبد اليهودي في الإسكندرية. قلت لهم احنا بنشتغل في الآثار المصرية كلها، اي اثر مصري سواء فرعوني، يوناني، روماني، يهودي، مسيحي، اسلامي، حديث بنعمله. وريتهم كل القصور اللي احنا رممناها. هتشوفي رد الفعل بتاع بعد المحاضره كانوا عاملين ازاي الناس كلهم. وقلت لهم ده اللي بنقول وزاره الاثار هي الدوله المصريه وليست وزاره الاثار، هي الجميع واقف في ظهر وزاره الاثار. ولان لو مفيش فلوس ولا حاجه من دي هتعمل، يعني عشان بس ما الاكتشافات هي طبعا ده توفيق من ربنا، لكن ده الحمد لله في النوايا كويسه، فالجميع بيشتغل. ولولا الدعم السياسي اللي بنلاقيه من سياده الرئيس ومن رئيس مجلس الوزراء ما فيش حاجه كانت من دي هتحصل خالص. طيب حضرتك ذكرت الاكتشافات، انا عايزه بقى اقف عند الاكتشافات. يعني انا مصريه وبنقرا دايما وفي الاعلام بنقول، انا النهارده ما تخيلتش كم الاكتشافات اللي حصلت من 2017 ل 2019. ايه ده؟ ايه كميه الاكتشافات اللي حصلت؟ ومش اكتشاف مثلا تمثال، لا ده يعني العساسيف دي مثلا دي خبيئه بحالها، يعني كم تابوت موجود، ده غير يعني ليه من 2017 ل 2019 كل الكم ده؟ يعني انا ما تخيلتش. ربنا هو توفيق كبير ونوايا مخلصة في العمل من زملائي في الوزارة. واللي أنا ركزت عليه في كلمتي إن 90% من الاكتشافات دي مصرية من موظفي وزارة الآثار المصرية. وده جديد، ده اللي جديد بقى كمان، مش بس إنها اكتشافات كبيرة، لا، إن اكتشافات مصرية كتير قوي. كناش بنسمع عن اكتشافات مصرية. حضرتك خبيئة العساسيف من أول الناس اللي في الوزارة، من اول جيراني، من اول الناس البسيطه. بروح اكل في حته الجرسون بيجي يقول لي مبروك العسيف، احنا فرحين انهم مصريين. انا ما شفتش في السنوات الاخيره كشف عمل صدى بالطريقه دي، لغايه لما جيت المضيفه بتقول لي مبروك العسيف، رفعت راسنا العسيف، خلاص الناس كلها عرفت العسيف وعرفت الخبيئه. توفيق كبير من عند ربنا، لان نوايا زملائي مخلصه. وطبعا زي ما حضرتك شفت لما كانوا بيتكلموا على الترويج، قالوا اكتر حاجه ممكن تعمل ترويج لمصر هي الاثار. حضرتك ايه اللي بيميزك عن اي دوله تانية في العالم؟ حضارتك اللي مش عند حد، اثارك اللي مش عند حد. معرض توت عنخ امون لسه ما بداش، بيقولوا باعوا مش عارف 200 وكام الف تذكره. مصر هي الاثار، مصر اللي بيميزها هي الاثار. فعشان كده الناس كلها منبهره، وعشان كده يعني اللي انا سعيد بيه الوقفه الغير مسبوقه زي ما قلت في كلمتي من الدوله في ظهر ملف الاثار، يعني مسانده حقيقيه. حضرتك برضو لمحت كده ان في قريب جدا اكتشافات هيتم الاعلان عنها،